أهلا ومرحبا بكم في عالمنا. قل لي من فضلك بيعملوا ايه دول؟ اعمل ايه؟ من يوم ما دخلوا البطيخ في التصغيرة والسفون ما بيشتغل. دمك خفيف يا مضروب. انا دمك وانت مرات. ايوه ما هو الموضوع بقت كده دلوقتي. الراجل الاسيس والست بقت راجل ومشتغلين في نفس المطبخ. ايه رايك يا استاذ؟ وحضرتك انا وجه جديد. اما صحيح عقلك يا اخوانا الجمهور مش عاوز يمشي. مش عاوز يمشي؟ انتوا قاعدين ليه؟ ما تروحوا بقى. روح يا خبز. تشاهدونه في الاوقات التاليه.